مدرعة الفهد السعودية، الإصدار الأول منها ناقل الجنود، والإصدار الثاني مدرعة استطلاع وقتال مشاة، الوزن 16 طن. الطاقم في الإصدار الأول 1+11، وفي الإصدار الثاني 4 أفراد. التسليح مدفع عديم الارتداد عيار 105 ملم أو أوتوماتيكي عيار 40 ملم مع رشاش 7.62 ملم. السرعة القصوى على الطرق المعبدة 90 كم/ساعة، وعلى الطرق الوعرة 65 كم/ساعة، وداخل الماء من 8 إلى 12 كم/ساعة. المدى العملياتي للإصدار الأول 800 كم، وللإصدار الثاني 600 كم. تمتلكها جيوش السعودية ولبنان والكويت وباكستان. صنع منها قرابة 240 مدرعة.